على هدية شركة توكيلات الجزيرة السيارات واندفاع لجياد الانتاج عمر 3 سنوات بمشاركة غاية عسفان قاقوش الناجي بنت ناس الوثيق النافعية عز القصيم الطائفية غادة السلام حذامي جوهرة الأسياح طرح جاز جمعة عباد محبوبة جواهر غاية عسفان من الداخل والدخول الآن لحذامي في المركز الأول من الخارج محاولات من طير الحجاز في المركز الثالث دخول من بقية الجهاد المشاركة وحذامي المركز الأول المركز الأول لحذامي محاولات للدخول من غاية عسفان وهدية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات في الحفل الختامي لسباقات المصيف لهذا العام 1424 ومحاولات من طير الحجاز للدخول على غاية عسفان أيضا محاولات بقية الجياد المشاركة في هذا الشوط النافعية تحاول في المركز الثاني للدخول ومحاولة طير الحجاز المركز الثالث تأخذ الجياد المنعطف في الأخير تبدأ مراحل الحسم الآن وحذامي النافعية الحذامي النافعية حذامي النافعية طير الحجاز يحاول الدخول والخط المستقيم باتجاه خط النهاية حذامي النافعية حذامي النافعية وجمعة تتقدم للدخول على النافعية والمركز الأول لحذامي محاولات من طير الحجاز من يخطف آخر هدية في سباقات المصيف ومات جمعة تتقدم جمعة تتقدم وحذامي تحتفظ بالصدارة جمعة تتقدم وحذامي تحتفظ بالصدارة حذامي إذن تسجل نفسها كآخر فرص تفوز بآخر هدايا شركة توكيلات الجزيرة سيارات بسباقات المصيف لهذا العام.